الو، اسمع يا مستر باربرو، بلغ لمعينينك ابولو مستحيل يبيع مبادئه ابدا. الاختراع ده انا مسجله باسمي ومستحيل ابيعه ولو بملايين الدولارات. بتقول ايه؟ عايزين تقتلوني؟ وقبل ما تقتلوني عايزين تعذبوني؟ يبقى انتوا ما تعرفوش مين هو ابولو. ده انا من رود الفرج يا سيع. وقتك خلص يا مستر باربرو. باربرو مين ده اللي انت بتكلمه يا ابولو؟ هو انا يا اخويا ناقصه غمه نفس؟ واختراع ايه اللي انت بتهببه؟ هو انت فالح في اللي بتعمله؟ لما تخترع حاجه جديده ده انت بتقمع في دماغ شناوي بقالك فتره. الموضوع اكبر بكتير من تفكيرك. الاختراع ده لو وصل لباربرو هتبقى كارثه. اكيد دول بيراقبونا دلوقتي. فتشي معايا كده في كل حته في العياده يا اسره. اي اثر لباربرو في العياده بلغيني بسرعه. ها والنبي طب اديني منديل كلينكس. اشمعنى؟ علشان لو لقيت باربرو ده مستحيل امسكه بايدي يا اخويا. الموضوع مش تهريج يا اسره، انا متراقب بجد. ومين ابن المجانين اللي مراقبك ده؟ اهدى بس كده وصلي على النبي يا ابولو، انت مش ناقص جنان يا اخويا. يا وليه ركزي معايا، مستر باربرو ده راجل اجنبي عميل لمخابرات الاناكوندا. لو الاختراع اللي انا اخترعته ده وصل لدوله الاناكوندا هتبقى كارثه. اناكوندا؟ هو في بلد اسمها اناكوندا يا ابن المهفيف؟ ايوه يا جهله، خريطه اطلس ياما بتلم، وكل يوم في دوله بتطلع جديده على الخريطه. اسمعي يا يسرى، خدي العلبه دي. العلبه دي؟ وفيها ايه العلبه دي يا ابولو؟ فيها الاختراع اللي انا اخترعته. لو مخابرات الاناكوندا وصلت ليا وقتلتني دمري الاختراع ده يا يسرى، فاهمه؟ الوقت ضيق وانا مش مستحمل اي غباء. طب اعرف بس العلبه فيها ايه؟ لا غلط يا يسرى، اكبر غلط. لو عرفت العلبه دي فيها ايه مستر باربرو مش هيسيبك. يا لهوي، لا وانا حمل باربرو؟ ابوس ايدك، ده انا عندي نقص مناعه ومحبش نزله البرد يا ابولو. طب اهربي بسرعه، اهربي قبل ما باربرو يوصلك. باربرو لو وصلك هيخلي كل حته في جسمك قد كده. يا لهوي، والنبي ما انا قاعده لك في العياده. يخرب بيتك يا ابولو الكلب، كان يوم منيل بنيله يوم ما شفتك. انا فضيت لك يا باربرو الكلب. يا انا ينتم يا مخابرات الاناكوندا. معلش يعني لا مؤاخذة في السؤال يا خواجة باربرو، انت ازاي بتعرف عربي كويس كده؟ باربرو يعرف كل حاجة، انا اعرف 72 لغة حية واربعة لغة ميتة. باربرو ده واد ابن حنط ومدكدك. حنط ايه يا سواد ابن حنط؟ ايش الكلام ده؟ ده انت عسل قوي. طب بقول لك يا خواجة، ده انت يعني صعب بجد يعني. بس قول لي، طب انت تحب نروح فين الاول، القلعة ولا الهرم؟ قلعة ايه وهرم ايه؟ انت فاكرني سايح مختوم على قفاه؟ انا جاي اركب معاك انتي عشان عارف انك تعرف دكتور ابولو. ايه ابولو؟ ابولو الكلب ده وانت تعرفه يا خواجه؟ باربرو اعرفه كويس قوي. انا عايزك تبلغ الخماره دي وتقول له باربرو لو ما خدش الاختراع هيولع البابور تحت الكرسي اللي انت قاعد عليه. اللي انا قاعد عليه؟ هو انت حطيت لي بابور تحت مقعد السائق؟ انت ايه يا خمار انت راخر؟ انا هحط البابور تحت كرسي ابولو، اخليه يسيخ من العرق. أبولو الخمارة دي يا عم أبو أبولو، أنا مال أنا؟ لكن أنت مين يا خواجة بالظبط؟ واختراع إيه اللي أنت عايزه من أبولو ده؟ أنا الخواجة باربرو من مخابرات دولة الأناكوندا، وجاي عشان أعذب أبولو وأحرقه وأفضل أعذب فيه أعذب فيه أعذب فيه لغاية ما أخد الاختراع وأرجع لدولة الأناكوندا بتاعي. أناكوندا؟ هو في بلد اسمها أناكوندا خواجة؟ في البلد بتاعي أنا. ودي ظهرت إمتى دي إن شاء الله؟ من سهر تقريبا عملتها انا وناس صحابي. اسمع يا اسطى يا خمار، انتي بلغ ابولو ده وقول له باربرو عارف كويس انتي وديتي الاختراع فين، وقول له ان باربرو عارف انه خبى الاختراع عند وليه مجنونه اسمها يسرى. ايه يسرى مراتي؟ ايوه يا خمار، امال انت فاكر اني ركبت معاكي التاكسي ليه؟ انا عارف عنك كل حاجه يا خمار. مش انتي مخك اسفنجي؟ كمان عرفت ان مخي اسفنجي؟ وانا موضوعي بقى دولي قوي كده؟ يعني شعب الاناكوندا الشقيق يعرف اني مصاب بمرض المخ الاسفنجي؟ طبعا خمار. بقول لك ايه يا اسطى، اقف على جنب، انا هنزل هنا، واوعى تنسى تقولي الكلام ده لدكتور ابولو. لا لا حاضر يا خواجه، مش هنسى. حاضر، بس اوعى انت بقى تنسى اجره التاكسي وحط امه. عيب عليك سواق خمار انت، باربرو طول عمره حكاني خد اجره سواق الخمار. ايه ده يا خواجه، دي فلوس بنك الحظ دي ولا ايه؟ ايه بنك الحظ دي حيوانة انتي؟
دي ورقة بألف باربرو أناكوندا. ايه ده؟ هو انتوا عملتكم اسمها باربرو برضو؟ ايوه، ما انا اللي عامل الدولة دي. ايوه، يعني وصل في الالف باربرو بتاعتك دي منين يا خواجة؟ من اي صيدلية خمار؟ اقف هنا بدل ما اقتلك يا حيوان. اهو وقفت اهو. طب بقولك ايه يا خواجة، استنى بس والنبي، لو عرفت اجيب الاختراع ده من ابولو هتديني كام؟ هديك مليون باربرو يا خمار. لا ابوس ايدك، بلاش حكاية الباربرو دي، انا هاخد فلوسي بالدولار. خلاص استبينا خمار. بس المشكلة دلوقتي ازاي هخلي ابولو يديني الاختراع؟ انت خمار مش مخك اسفنجي؟ اه. يبقى خلاص انت هتتقمص شخصية باربرو وتعذب ابولو ومراتك دي اسمها يسرى لغاية ما يدوك الاختراع، وانا هعرف مكانك على طول واجي اخد الاختراع منك يا خمار. وكمان عارف حكاية التقمص ده ايه الحلاوة دي؟ ده انت ابن عفاريت صحيح. طب بقولك ايه خواج، ما تديني الف باربرو كمان كده مكافأة تشجيع. لا خمار، انت فاكرني كوروديا؟ انت تسلمني الاختراع باربرو يديلك بارابورو كتيرة. مستحيل اتكلم يا خواجة، انا مستحيل اتكلم لو حطيت 100 بابور تحت مني، انت فاهم؟ مستحيل اتكلم. لكن انا هتكلم يا ابن المهفيف، انا مش قادرة يا ناس، انا امعائي بقت عاملة زي كنكة القهوة. ابوس ايدك ابوس ايدك يا خواجة، اطفي البابور بدل ما فور. مس هات في بابور دكتور ابولو، مس هات في بابور يا اسرة الكلبة، انا هفضل مسغل بابور لغاية ما كل عضلاتكم تسيح وما يبقاش فاضل غير اسقوس واحد تقعدوا عليه انت وهي. نهار احوز عصعوصة واحدة لينا احنا الجوز، طب ما كل واحد يقعد بعصعوصته محترم. ترى ايه يا خواجة، ابوس ايدك يا ابولو الكلب، اعقل وتجيله الاختراع. ايوه ابولو اعقل كده وهاتي اختراع خمارة. انتي مش قد دولة اناكوندا. اناكوندا مين اللي يخاف منها ابولو؟ اذا كنتم انتوا الاناكوندا فانا الحقيقة، وسيب الوابور مولع تحت مني للصبح حتى لو دهوني كلها ساحت، انا كده كنت عايز اخس. اتكلم عن دهونك لوحدك، انا مش عايز اخس يا سي الخواجة باربونيا. باربونيا ايه خمارة انتي؟ اسمي باربرو. اسمع مني، باربونيا انضف، على الاقل قيمتها الغذائية اعلى. انتوا باين عليكم هتتقبوني، مفيش حل تاني غير اني اسيل دوافركم. ها تخيب، نبدأ يا ابولو بالخنصر ولا البونصر؟ ابدأ بيسرى الاول ابوس ايدك، انا صباحي الكبير مدوحس. لا دوافر لا، انا صباعي الصغير في ودنة كده من على الجنب يا اخويا، وطول الليل تنبر عليا. اقولك سيبنا على البابور احسن يا سي الخواجة باربونيا. انتوا خفتوا من باربرو؟ ما تخافش ما تخافش خمار منك ليها، باربرو هيمسك كماسة دي اخلع بيها الضوافر، وبعد كده احط صباع انتي والخمار ده في صبغة عود. باربرو كلبة كبير في التعذيب. لا ما هو واضح كلبة يعني. الحق يا اخويا، ده بقولك صبغة عود، الحقني يا ابولو، ده باين عليه بيتكلم جد، والنبي لو ما اتكلمت لسلمك انت والاختراع. لا يا يسرى ما تبقيش خاينة، الاختراع ده اختراع كبير وهيفيد بلدنا، بلدنا اولى بيه يا يسرى، انت فاهمة؟ كان على عيني يا اخويا، بس انا مش حمل خلع ضوافر، دول اجمل حاجة فيا. خلاص يا يسرى انا هتصرف. بقولك يا خواجة باربرو، انت مش عايز الاختراع بتاعك؟ ايوه خمار عايز الاختراع، وامسي واسيبك انت والست دي. ماشي فكيني بقى عشان اديك الاختراع. نعم نعم، انت فكرني كرود يا ابولو؟ عايزني افكك عشان تاخدني مقصة ارمية وتطلع تجري؟ انا باربرو واعي قوي يا عم صايع، ما تخافش فكيني وسيب ايدي مربوطة. اسمع كلامه يا سي باربرو، اقولك بأمانة يعني الراجل جاي لك سكة، أبوس إيدك اسمع كلامه، أنا الكليتين عندي بقوا نص سوا. ماشي خمار أنا هفك، بس أي حركة كده ولا كده أنا هقتل يسرى على طول. يا مرك يا يسرى، هو أنا جاية في الرجلين كده على طول؟ كانت واقعة سودة ومهببة يوم ما وقعت بين اتنين، واحد مختل والتاني معتل. ماشي يا عمهم، اشتري مني فكيني بقى عشان أديك الاختراع بتاعك. ماسي كلامك أبولو، أنا فكيتك أهو، يلا بقى هاتي اختراع. الاختراع وراك يا خواجة باربرو. إيه ده؟ فين دي؟ هد! أي!
تسلم ايدك يا ابولو، نشنت ونشنك صب يا اخويا. فكني بقى قبل ما تحول لكباب حله. قوم يا ست يسرى. انا اسف على فكره، مستحيل البلد تنسى اللي انت عملتيه معاها ده. معني اذنك يا ست يسرى. اذن مين يا حزين على عمرك؟ خد هنا، رايح فين؟ والنبي ما انا سايباك الا لما اعرف اختراع ايه ده بالظبط. العلبه عندك هي يا مدام يسرى، فكيها وانت تعرفي اعظم اختراع في تاريخ البشريه الحديثه. نهار احوس، هو ده الاختراع؟ امال ده عسلية. امال انت فاكرة ايه؟ دي عسلية ومش اي عسلية، دي عسلية دايت يا مدام يسرى، عسلية خالية من السكر. مش كده وبس، العسلية دي بقوة 1000 لحظة في ساعة. الاختراع ده يا مدام يسرى هيقلب موازين سوق حلويات الاطفال يا مدام يسرى. ده انا اللي هقلب نفوخك حصالة، والنبي ما انا سايبك يا ابو الكلب. خد. أيه. أيه. يا وليه حرام عليك، ايدك تقيلة والله، هجيبلك الخواجة.